الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. ارتفع أسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط مع استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية، وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 58 سنتا ليصل إلى 68 دولارا، فيما ارتفعت أسعار خام المتوسط 58 سنتا أيضا ليصل إلى 71 دولارا. واستقرت أسعار النفط مع ترقب المستثمرين خفض أسعار الفائدة المتوقع من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي مع دعم السوق لاحتمال حدوث المزيد من العنف في الشرق الأوسط. انتقد النائب ثائر الجبوري غياب التخطيط الاقتصادي والتنموي في إطلاق التعيينات بمختلف مؤسسات الدولة، مشددا على أهمية تفاعل الجوانب الإنتاجية لإضافة إيرادات جديدة تسهم في تغطية النفقات التشغيلية. وقال الجبوري إن الاقتصاد لا يمكن أن يبنى على نحو عشوائي، والأخطاء التي وقع فيها العراق تكمن في التعيينات العشوائية والبطالة المقنعة في مؤسسات الدولة والمجاملات الحاصلة من الحكومات المتعاقبة للحصول على حالة الرضا الشعبي والتي تسببت بفوضى اقتصادية. أعلنت وزارة التجارة في العراق عن مباشرة المطاحن بالتعاقد مع الشركة العامة لتصنيع الحبوب لإنتاج الطحين الأصفر. وقال مدير المطاحن في الوزارة حيدر نوري إن الخطط تتضمن استيراد حنطة روسية من أجل خلطها مع الحنطة المحلية لتحسين نوعيتها وإنتاج الطحين الصفر. وأضاف أن هناك باخرة روسية محملة ب40,000 طن من الحنطة ستصل إلى العراق قريبا. أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن العراقيين تراجعوا إلى المرتبة الخامسة بين أكثر مواطني الدول شراء للعقارات التركية خلال شهر آب، بعدما كانوا في المرتبة الرابعة في الشهر الذي سبقه. وقالت الهيئة في تقرير إن مبيعات المساكن للأجانب انخفضت بنسبة 26% في شهر آب مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، لتصل إلى 2257 منزلا. وبلغت حصة مبيعات المساكن للأجانب من إجمالي مبيعات المساكن 1.7%، وكانت المحافظات التي سجلت أكبر عدد من المبيعات هي اسطنبول وأنطاليا ومرسين على التوالي. تراهن وحدة إدارة الأصول لدى بنك جي مورغان تشيش الاستثماري الأمريكي وفان آيك أسوشيتد جروب وفونت بول لإدارة الأصول تراهن على أن المليارات من الدولارات التي تم سحبها من قبل المستثمرين من الأسواق الناشئة مطلع عام 2022 ستبدأ بالعودة مع بدء عملية خفض الفائدة في الولايات المتحدة، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ. وقال خبراء في هذه المؤسسات إن الديون المقومة بالعملات المحلية في الأسواق الناشئة ستكون في طليعة المستفيدين، إذ تتطلع البنوك المركزية في الأسواق الناشئة إلى اتباع مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض تكاليف الاقتراض، مؤكدين أن السندات الأطول أجلاً ستكون الأكثر استفادة. إلى أسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام موجز للقاء.